ناخذ السرد التاريخي ابتداء من مساء يوم السبت، وأيضا جغرافيا بمجرد تشكيل الفريق الحكومي عقدت الاجتماعات وتم تشكيل الفرق الفرعية كما تم إيضاحه سالفا. المنطقة من شرق سرت، خليج السدرة، جدابية، البريقة، قمينس، سلوق، ولله الحمد كان الوضع القائم أفضل مما كان متوقع. كانت هناك رياح تعتبر قوية نسبيا، هطول الأمطار كان بسيط، فبالتالي لم تحدث أي إشكاليات تذكر. مدينة بنغازي كان من المتوقع وفق التقارير الأولية أن تكون هناك أمطار غزيرة جدا، وتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، ولكن ولله الحمد أيضا معدل هطول الأمطار ومعدل الرياح كان أخف مما هو متوقع، وبالتالي كانت الأضرار ليست بالكبيرة، ما فيش أي أضرار بشرية، وأيضا الأضرار المادية لم تكن كبيرة، حصلت بعض الفيضانات في جليانة وفي قريونس، ولكن ولله الحمد تم السيطرة عليها. ابتداء من شرق بنغازي، من توكرا، بلدية توكرا، بلدية ساحل الجبل، جردس العبيد، الأبيار غربا، البيضة، عمر المختار، مدور الزيتون، يوم ليلة الأحد اللي هي السبت ليلة ويوم الأحد كانت فيه أمطار غزيرة ورياح نتجت عنها أضرار مادية تعتبر كبيرة في بعض المدن، تركزت في البياضة وفي بطة في بلدية الساحل. توكرا أيضا كانت فيها بعض الإشكاليات وتم التدخل لمعالجتها. في بلدية جردس العبيد كانت محل التاكنس هي الأكثر تضررا. البيضة حقيقة، بلدية البيضة وبلدية عمر المختار كان فيها معدل هطول أمطار عالي، وتحركت المياه بقدر عالي من السرعة، أدت إلى أضرار مادية في السيارات وفي المساكن وفي المحلات التجارية. أيضا المرج، وباعتبارها بلدية جبلية، حصلت فيها أمطار كبيرة نتج عنها أضرار في بعض المساكن. مباشرة بمجرد هطول الأمطار ولمعالجة الإشكاليات خصوصا في قطاع الطرق ما بين المناطق، تم تفويض عمداء البلديات لإجراء المعالجات والتعاقد مع الشركات الخاصة في حال ما كانتش الآليات الحكومية واللي تتبع الشركات العامة تغطي هذا الاحتياج. وبفاعلية كبيرة كانوا السادة عمداء البلديات في الموعد وأدوا المهام المطلوبة منهم. إلى غاية ما بعد منتصف الليل يوم الأحد فيما يتعلق بدرنا كانت الأجواء نوعا ما جيدة، زخات مطر ليست بالكبيرة، معدلات الرياح معقولة، ولكن للأسف مع بعد منتصف الليل كانت الأمطار كثيفة جدا. مع ساعات الصباح الأولى حصل انهيار في سد وادي درنا وسد شواعر، أدى إلى حدوث انجرافات كبيرة نتج عنها جرف مجموعة من المنازل والمحلات التجارية، وأدى إلى وجود ضحايا بأعداد كبيرة تفوق 1800-1900 شخص. أيضا هناك العديد من المفقودين لا زال جاري البحث عنهم نتيجة انقطاع الاتصالات وانقطاع الكهرباء عن بلدية درنة. الأعداد لا زال جاري التحقق منها. تم دفن بعض الجثمين لمن تم انتشالهم وتم التعرف عليهم. لا زالت الآن البلدية والأجهزة الأمنية وفرق الطوارئ تشتغل لغرض البحث عن المفقودين. فيما يتعلق بحالات الوفيات في البلديات الأخرى، بلدية البيضة وعمر المختار، بلدية البيضة 27 حالة وفاة، منحت الإذن من النيابة العامة في الدفن، وأيضا 27 حالة ما بين البيضة وعمر المختار، 17 منهم في بلدية البيضة و10 في عمر المختار، منحوا الإذن من النيابة العامة بالدفن، وفيه
حالات مفقودة الآن جاري البحث عنها. بلدية جردس العبيد في تحديدا في تاكنس كانت فيه 12 حالة وفاة، منهم أسرة متكاملة، هم من بلدية الأبيار لعائلة العمروني. الوادي أخذ العائلة بكاملها مكونة من 5 أفراد، الأب والأبناء تم الحصول على جثاميلهم، والأم لا تزال مفقودة. في بلدية الساحل منطقة بطة حصلت حالة وفاة، سيارة عليها السيد عثمان بو خويدم جرفته السيول وانتقل إلى رحمة الله تعالى.